بعض في فيديو تاني ان شاء الله، برضو مستمرين في القراءة المتحررة عشان نعرف ازاي نفكر. اتفقنا ان الاجابة بتكون قدامنا، نكتب الاجابة بشكل كامل، ما ننساش اسئلة، ما نقصش اجابتنا. لو جالنا سؤال عن الرأي بيكون رأينا منطقي، معلومة بتكون معلومة عامة، نحط عنوان، اي عنوان انت بتحطه صح، بس يكون له علاقة بالموضوع نفسه. ما اروحش احط عنوان اللي بيتكلم مثلا عن النجاح، احط مثلا عنوان عن كرة القدم، لا، اتكلم العنوان اللي انا هحطه يكون بيخص الموضوع. نقرا القطعة التانية ونشوف هنفكر فيها ازاي. اللون هو ذلك الاحساس الذي يصل الى العين فيثير انتباهها، واللون احد اهم الظواهر من حولنا، وهو يعطي للحياة جمالا لا حدود له، بالاضافة الى انه يساعد على التعرف على الاشياء وتحديدها، ووسيلة هامة من وسائل التعبير والفهم. فهمنا انه بيتكلم عن الالوان. كلمة هات، السؤال رقم ألف بيقول لنا هات من الفقرة المطلوب. كلمة معناها الشعور، في كلمة هنا معناها الشعور، هو هنا مديني الإجابة وبيقول لي اطلع انت هات لي السؤال من فوق، يعني في كلمة هنا معناها الشعور. اللون هو ذلك الإحساس، اللون هو ذلك الإحساس، ما معنى الإحساس؟ الشعور. يبقى إيه الكلمة اللي معناها الشعور؟ هي كلمة الإحساس. كلمة مفردها الظاهرة، يبقى جمع الكلمة دي موجود هنا، طالما ده المفرد يبقى الجمع موجود قدامي فوق. اللون هو ذلك الإحساس الذي يصل إلى العين فيثير انتباهها، واللون أحد أهم الظواهر. الظواهر مفردها الظاهرة، طب الظاهرة جمعها الظواهر. السؤال ده هو بيقدم لنا الإجابة وبيقول لنا اطلع انت هات لي السؤال. أكمل مكان النقاط بكلمة مناسبة من الفقرة. اللون يعطي الحياة نقط لا حدود له، بكلمة مناسبة من الفقرة. الإجابة هي تاني، اللون يعطي الحياة، وهو دي عايدة على اللون، يعطي للحياة جمالا لا حدود له. يبقى اللون يعطي الحياة جمالا لا حدود له. اللون إحساس، اللون شعور يصل إلى نقط فيثير انتباهها. اللون هو ذلك الإحساس الذي يصل إلى العين، يبقى اللون إحساس يصل إلى العين فيثير انتباهها. ضع عنوانا مناسبا للفقرة. الفقرة بتتكلم عن اللون، يبقى إيه العنوان اللي أنا ممكن أحطه؟ برافو سمعت، ممكن أقول أهمية اللون، ممكن أقول فوائد الألوان، قيمة الألوان، الألوان في الحياة. يبقى ممكن نقول العنوان أهمية اللون. السؤال اللي بيقول لنا ضع عنوان، المهم إن العنوان يكون له علاقة بالقطعة، فهو صح، رأيي هو صح، بس يكون منطقي. يا ريت تكون استفدنا، ويا ريت نتمرن عليها كتير، لأنه سؤال مهم وبيجي كتير جدا. واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه.